أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. الكيان الإسرائيلي الغاشم يواصل قصفه البلدة الفلسطينية وسط تحركات دبلوماسية مكثفة للتهدئة. مسيرات وتحركات شعبية في عدد من المدن التونسية لمكونات المجتمع المدني تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه المغتصبة. رئيس الجمهورية يدعو من باريس إلى تنسيق المواقف للتوزيع العادل للقاحات كوفيد وإلغاء ديون الدول الإفريقية. البداية بشأن الفلسطيني، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، حيث يستمر الكيان الإسرائيلي في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية. ويعقد اليوم مجلس الأمن اجتماعه الرابع في غضون أسبوع لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لوقف إهدار حياة المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال، تتواصل الجهود الدولية مكثفة لإقرار هدنة طويلة الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بوضع تكلفة التصعيد وحسابة التهدئة على طاولة الجانبين عبر وساطة مصرية أمريكية تتلخص في الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين، ثم تخفيف حدة المواجهات العسكرية بجميع مستوياتها، وأخيرا وقف كافة أشكال وأنماط العنف في القدس المحتلة. هذا وسيعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا هو الرابع لوقف التصعيد العسكري الدامي على الأراضي الفلسطينية. وتزامنا مع هذه المساعي، تواصلت غارات سلاح جو الكيان الإسرائيلي الغاصب لليوم التاسع على التوالي على قطاع غزة، استهدفت عشرات المنازل والمواقع الحكومية ومبانا بالقرب من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومنطقة الجامعات ومنشآت مدنية في محيط أبراج الشيخ زايد وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا وفي مناطق متفرقة من بلدة جباليا شمال القطاع، مما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها، إلى جانب قمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية. وقد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش مستمر في العمل في غزة وفقا لقائمة من الأهداف خلال 24 ساعة المقبلة، وأنه لا يتحدث عن وقف لإطلاق النار بل يركز على إطلاق النار. هذا وأكد مسؤول الصحة في قطاع غزة أنهم لم يتلقوا تقارير عن سقوط قتلى فلسطينيين خلال الليل في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، في أول تراجع على ما يبدو في عدد القتلى منذ شن العدوان الإسرائيلي في 10 من مايو، والذي أحصى استشهاد أكثر من 212 فلسطينيا بينهم طبيبان وما لا يقل عن 61 طفلا، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح حسب آخر تحين لوزارة الصحة الفلسطينية. وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، عما إضراب شامل اليوم جميع المحافظات الفلسطينية وأراضي 48 ليشمل كافة المرافق التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف ووسائل النقل العام، ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم. القصف يحول البيوت في فلسطين إلى ساحة حرب دائمة، فبعد أسبوع من العدوان والقصف أكثر من 350 ألف فلسطيني أصبحوا يواجهون كارثة حقيقية جراء انقطاع الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء، فضلا عن التداعيات الخطيرة للأضرار التي أصابت شبكات الصرف الصحي. تمطرهم صواريخ المحتل الإسرائيلي سماء فتزهق أرواح عدد منهم حتى النساء والأطفال، ومن نجا فليس بأوفر حظ، فقد أصبح مصيره افتراش أرض خذبت بدماء الشهداء والتحاف سماء غطى زرقتها دخان القصف. فمن خلال نافذة منزلها وفي صمت يلخص كل الأوجاع، تشاهد هذه المرأة ما لحق بمنازلها وعمارات دمر جزء منها وأخرى قد صبيت بالأرض. يعني هذا زلمه عمره 81 سنه، ايه كان هنا طبعا. الحيطه ضربت، الشباك ضرب عليه، انا كنت نايم جنبه، الحيطان كلها وقعت علينا، الثلاجه طار علينا، لما قمت انا صحيته. هو هذا بيعرف يرمي صواريخ، هو هذا بيعمل، ما هذا مدني، هذا من بير في السن، ايش بده يعمل؟ يعمل انتوا تضربوا في حق المدنيين؟ ما عملوش شيء، هم
طخوهم وكمان اجى عندنا بوم بانج واحنا خفنا عشان نصغر. نمنا فيك واحنا حاضنين في اولادنا وخايفين عليهم وخايفين على هذا، ولكن احنا لما طلعنا من قلب المكان كانت الجزايف تطمى قدامنا وورانا يعني، وصافيه شهداء وصارت جرحى يعني، احنا نفدنا من المنطقه هناك بعجوبه نفدنا. هنا في غزة غابت كل المرافق حتى الحياتية منها، فانقطع الماء والكهرباء بعد أن تضررت خطوط الكهرباء وأنابيب المياه من غارات المحتلة حتى في المباني التي تمكنت من البقاء ثابتة. والكهرباء فيش، بتجيك ساعة وبتقطع يعني، فيش لازمنا نشغل على خط المولي والأسلاك رايحة، فيش عنا كهرباء ولا في عنا نت ولا في عنا مية ولا في عنا أي شيء. قصف بلا هوادة اثار عددا كبيرا من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، ممن فقدوا منازلهم أو من تركوها خشية القصف، إلى البحث عن ملجأ في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. 38 ألف نازح في حوالي 48 مدرسة موزعين على مختلف مناطق قطاع غزة، الأوضاع هي صعبة للغاية. هؤلاء الناس تركوا وراءهم كل شيء، بعضهم أتى حتى حافي القدمين. الأونروا تدير الآن هذه المراكز، تقدم مياه الشرب، تقدم أيضا مواد التعقيم والمستلزمات الصحية لمواجهة انتشار كورونا. وضع إنساني في قطاع غزة تلخص في ظله امرأة فلسطينية مطلب عديد الفلسطينيين في هذه الكلمات. يعني هذه مجازر في حق الشعب، حرام شرع نتيرا كله. احنا نتمنى يقفوا جانبنا كلهم من الدول اللي برا، من كل الدنيا تقف جانبنا، يدعموا أطفالنا. يعني حرام إحنا اللي بنعيشه، كف الحالات النفسية عايشينها كمان رعب. وتستمر شعوب العالم في مساندة الشعب الفلسطيني. وفي تونس نظم عدد من المحامين اليوم وقفة تضامنية بقصر العدالة بتونس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتزامن هذه الوقفة مع وقفات تضامنية في كافة محاكم الجمهورية، إلى جانب حراك اجتماعي شمل أيضا مدينة باجة وقفصة بمشاركة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني دفاعا ودعما للقضية الفلسطينية. تتواصل ردود الفعل المنددة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها المحتل الغاصب في حق الفلسطينيين، وتتتالى المواقف الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نظم عدد من المحامين التونسيين وقفات احتجاجية متزامنة في عدد من الجهات للتنديد بالاعتداءات الصهيونية الوحشية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. كل تقارب مع هذا الكيان هو خيانة للقضية القومية وتعن في ظهر القضية الفلسطينية، لذلك فأني أتوجه إلى الحكام العرب، كل الحكام العرب بدون استثناء الذين يحاولون التطبيع مع الكيان الصهيوني، انظروا إلى هذه الجماهير الهادرة التي سوف تقوض أركانكم. دعم هذا بيكون دعم مادي كذلك للمقاومة في فلسطين، وبيكون دعم قانوني عبر التجاهات الجهات القضائية الدولية لمحاسبة الكيان الغاصب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي قام بها ضد شعبنا في فلسطين. حراك اجتماعي شمل أيضا مدينة باجة التي شهدت اليوم تجمعا شعبيا بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بباجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالمجازر التي ارتكبها المحتل في قطاع غزة. لا نملك إلا أن نقف معهم وخلفهم بالإسناد بالكلمة الصادقة وبالإجراءات العملية التي من شأنها فضح الاحتلال الصهيوني، وأضعف الإيمان الذي نملكه الآن هو أن نجرم التطبيع. تجمع الشعب هذا والتلقائي والكل شرائح المجتمع من أجل فلسطين حرة، من أجل تجريم التطبيع، من أجل سندا لإخواننا في غزة اللي يموتوا كل يوم، سندا للشهداء الأحرار. تحية إلى غزة، تحية إلى المقاومة من هنا من باجة، من ساحة 14 جام في ساحة التحرير. إن شاء الله توصل الرسالة، ونحن جاهزين بالشعب التونسي وكباجيه والفلسطينيين يعرفون هذا، ودمائنا كانت دماء مشتركه. وفي قفصه مسيره شعبيه جابت شوارع المدينه بمشاركه المنظمات الوطنيه ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن دعمهم للمقاومه الفلسطينيه. المطلوب من الجميع ممن يؤمنون بهذه القضيه الاحرار ان يسندوها بكل الاشكال. كذلك نريد أن نؤكد على ضرورة
سن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يقتل أبنائنا ويشرد أهالينا في فلسطين. التنديد بالعدوان اللي معناها يتعرض له الشعب الفلسطيني الأبي، ودعم للمقاومة بهذا الحد الأدنى المضمون. هبة شعبية شملت أغلب جهات البلاد التونسية، تليها تحركات شعبية أخرى دعما للقضية الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد المجازر الوحشية للمحتل الغاشم. واستجابة لدعوات العديد من الكتل البرلمانية، تمت صباح اليوم المصادقة على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة بإضافة نقطة تتعلق بالتداول حول تطور الأوضاع ومجريات الأحداث في فلسطين. جلسة أثنى خلالها النواب على نفس المقاومة في الأراضي المحتلة، داعين إلى تجريم التطبيع مع المحتل الإسرائيلي. بالعلمين الفلسطيني والتونسي توشحت قاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب في جلسة استهلت بكلمة لرئيس المجلس راشد الغنوشي أدان خلالها العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومثنيا على المقاومة الفلسطينية التي تخطو اليوم فصلا جديدا في سجل بطولاتها عبر تاريخ النضال الفلسطيني. يبدو الفلسطينيون أسيادا على أرضهم وأسودا في مقاومة عدوهم. اليوم أدرك الفلسطينيون أكثر من وقت مضى أن مصيرهم سيبقى بأيديهم متى كانت سواعدهم تحمل سلاحا هم صانعوه ومالكوه حتى ولو كان حجارة. ودعا رئيس المجلس في هذه الكلمة الحكومات والبرلمانات العربية إلى مزيد تنسيق الجهود لتوفير الدعم الضروري للفلسطينيين وإدانة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. وفي مداخلته دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إلى استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة في ديسمبر الفارط، وهو ما ذهب إليه كذلك العديد من النواب. تجريم التطبيع بقانون هو الرد الحقيقي من هذا المجلس على جرائم العصابات الصهيونية، وهو الموقف الشعبي الرسمي من خلال مجلس النواب على الجرائم المرتكبة في حق شعبنا في فلسطين وفي حق الأمة وفي حق الإنسانية. قانون تجريم التطبيع نحن معه ونستعرضه في هذا المجلس ونصوت عليه، وليكف كل مزايد وكل مستعرض عن ذلك. أدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية فيما يتعلق بهذا الموقف، الموقف من المقاومة والموقف من تجريم التطبيع. مع المنادات بتجريم التطبيع أدعو كذلك للمنادات بتجريم تطبيع مع النسيان والتدفيه والتجهيل لهذه القضية. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل شيوخ والرجال التي منعتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم. وأثنى النواب في مداخلاتهم على الصمود الفلسطيني المتواصل أمام الآلة الحربية الإسرائيلية الغاشمة التي تحاول إخماد نفس المقاومة التي تربت عليها أجيال وأجيال. هي لشعب يقاوم عنا نحن العرب المسلمون، شعب يستباح دمه كل يوم من طرف العدو الصهيوني الغاصب. نحييه المقاومة الفلسطينية إلا ما عمرها ما قيست وألقات سلاحها. استنكر الموقف الأمريكي الذي يتدخل بحق الفيتو الذي هو باطل وليس حقا من أجل تعطيل استصدار بيان هزيل لنصرة المظلومين والشعب المقهور في فلسطين. صحيح دمار كبير، صحيح يعني شهداء تجاوز عددهم 200 شهيد من الأطفال والنساء والرجال، ولكن في الجهة المقابلة في جهة العدو الصهيوني رعب حقيقي. وقد جرت الجلسة وسط حضور هام لممثلين عن المجتمع المدني المطالبين بتجريم التطبيع ودعوة السلطات التونسية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد المغتصب الإسرائيلي. على هامش مشاركته في قمة تمويل الاقتصادية الإفريقية بباريس، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم رئيس جمهورية السنغال ماكي سال بباريس. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب سعيد عن استعداد تونس لمواصلة تعزيز علاقات تعاونها مع السنغال وتنويعها،
كما دعا إلى تنسيق المواقف بخصوص التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد-19 خاصة بالنسبة للدول الإفريقية، ومعالجة مسألة الديون الإفريقية بالتعاون والتشاور مع شركاء القارة والمؤسسات الدولية المعنية من أجل تحقيق تطلعات شعوبها للتنمية والاستقرار. من جانبه، عبر الرئيس السنغالي عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين وتطلعه إلى مزيد تحفيز الاستثمارات التونسية في السنغال. مليار تقريبا قاموا بالتلقيح في العالم، ولكن في أفريقيا 20 مليون فقط على مليار. هذا رقم يدل لوحده على التفاوت بين الدول الشمال والدول الفقيرة الأفريقية. ليست فقيرة في الواقع في مستوى الثروات الموجودة فيها، ولكن نتيجة لعدة عوامل أخرى تتعلق بالعلاقات مع دول أخرى. إلى جانب هذه المسائل التي تم النظر فيها والتوافق حولها، من بين المسائل التي يجب أن نطرحها في ظل هذه الأوضاع هو إلغاء الديون التي تكدست على مدى عشرات العقود إثر استقلال دولنا. كان لي شرف هذا اللقاء حيث تبادلت الرؤى المشتركة مع رئيس الجمهورية بشأن قارة إفريقية جديدة تكافح من أجل تغيير القواعد التي تحول دون تحقيق التقدم كمجتمعات مستقلة تنتمي للمجتمع الدولي. الوضع الوبائي في تونس ما زالت مؤشراته تتطلب مزيدا من اليقظة والحذر رغم التحسن الطفيف الذي سجل الأسبوع الماضي وفق عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا محمد سامي مورالي، والذي دعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح للحد من انتشار العدوى. وضع صحي ما يزال يتطلب مزيدا من اليقظة والحذر رغم التحسن الطفيف الذي شهده الأسبوع الماضي، هذا ما أكده عضو اللجنة العلمية محمد سامي مورالي. وأضاف محادثون أن الضغط متواصل على المنظومة الصحية. ما يلزمش ننساو اللي نسبة الأمراض المرضى اللي راقدين بالمستشفيات وإلا المساحات النسبة متاعهم ما زالت مرتفعة، نقصت لكن ما زالت النسبة مرتفعة. كي نحكيه على النسبة مرتفعة معناتها نحكيه من 70-80% أو نسبة مرتفعة، وخاصة النسبة قاعدة مرتفعة في العناية المركزة والريانيماسيون اللي التو ما زال أوتور دو 80-85%. ودعا عضو اللجنة العلمية إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الإقبال على التلقيح. البروتوكولات اللي يتحطوا ماذا بينا يتطبقوا ما يقعدوش كلام برك، وسيرتو وهذا يظل أهم حاجة اليوم معناتها نقولوها العباد، يلزمها تقيد باش تلقح، على خاطر راهو التلقيح هو السلاح اللي باش العباد تنجم في مدى متوسط وطويل تعاود ترجع. أما بالنسبة للأرقام الرئيسية الخاصة بالتقصي، فقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 16 من شهر مايو الجاري تسجيل 900 وإصابة جديدة، أما عدد الوفيات الجملي فقد بلغ 11899 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة. ووفق وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي المسجلين للتلقيح في اليوم 66 من الحملة الوطنية للتلقيح أكثر من 1,767,000، أما العدد الجملي للتلقيح فقد بلغ 628,107. وقد تم في قبس تسجيل مؤشرات أولية إيجابية تدل على تحسن الوضع الوبائي، خاصة في عدد من المعتمديات بالجهة والتي كانت مصنفة حمراء. في الأثناء يوصي أهل الاختصاص بملازمة الحذر ومواصلة الالتزام بإجراءات التوقي من فيروس كورونا والإقبال على التلقيح. سجلت ولاية قابس في الأيام الأخيرة تحسنا ملحوظا في الوضع الوبائي لفيروس كورونا،
فما تراجع ملحوظ بالنسبة لعدد الوفيات، بالنسبة للمقيمين بالمستشفيات، وبالنسبة للحالات الإيجابية بالجهة. ونعولوا معناتها على وعي المواطن التونسي باش نتجاوزوا المحنة هذه، ونطلب منهم بكل لطف أن كل إنسان جات إرسالية يلتحق بمركز التلقيح. التلقيح موجود، لما لا الإنسان يتمتع بالتلقيح ويحمي نفسه من المرض هذا. أما بعد التحسن في المؤشرات خاصة معنا في الحالات الإيجابية المكتشفة، معنا توت بوزيتيفيتي، مثال البارح عندنا في حدود 30 حالة على 140، معناها النسبة طاحت برشا، في حدود 7% و8%، اللي كنا في حدود وصلنا حتى 50% في وقت من الأوقات. خاصة في حالات الإقامة في المستشفيات كنا معناها في حدود 80 حتى 90 معناها اوكوباسيون، معناها في السرة في كامل ولاية قابس. البارح عندنا 40، منهم 5 في قسم الانعاش. الحالات الوفيات معناها ربي يرحمهم تو قابس وصلنا 424، معناها تو معناها للحدود امس، معناها حسنا بعض التراجع ولا انستابيليتي نقولوا معناها في الامور هذه. العديد من معتمديات ولاية قابس والتي كانت مصنفة حمراء انخفض فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ. حسنا بعض التراجع ولا انستابيليتي نقولوا معناها في الامور هذه، وسورتو في التصنيف نتاع المعتمديات اللي هي معناها اللي كانت تعتبر معناها مناطق حمراء ذات اختطار معناها مرتفع للغاية، كيما الحامة، كيما مارث، كيما مطماطة، كيما قابس الجنوبية. بصراحة هذوما معناها المؤشرات بتاعهم طاحت مليح. تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بجهة قابس لا يخفي الحاجة لمزيد التوقي من الإصابة بهذا الفيروس وأهمية الإقبال على التلقيح. يلزمنا معناتها نحافظوا على احترام البروتوكول الصحي اللي هو معناتها حاجة واجبة، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي. والنقطة الثانية اللي هي أهم ياسر ياسر هي القيام بالتلقيح. جائحة كورونا عكست حسب البعض هشاشة القطاع الصحي بولاية قابس والحاجة للنهوض بهذا القطاع على مستوى البنية الأساسية وطب الاختصاص. دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قادرة على التبرع بأكثر من 150 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبلدان الفقيرة لسد فجوة انعدام المساواة في اللقاحات في مواجهة الوباء، ذلك ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس صرح في وقت سابق بأن المنظمة تواجه حاليا مشكلتين أساسيتين التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وهما نقص تمويل خطة الاستجابة للوباء ونقص اللقاحات الموجهة للدول النائمة نامية والأقل دخلا في العالم. أمنيا، أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بأن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها فجر أمس الاثنين بأحد مرتفعات جبال القصرين هم جزائريان اثنان وثلاث تونسيين تابعين لما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية. وقد أورد جبابلي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك صور وهوية الإرهابيين وهم على التوالي: عبد الباقي بن أحمد بن عمار بوزيان المكنى أبو أحمد العنابي جزائري الجنسية، وهو من أخطر العناصر الإرهابية الجزائرية بتونس. أساسي بن الجناني صلوبا جزائري الجنسية ومكنى عم عيسى، وهو من مواليد سنة 1960، التحق بالعناصر الإرهابية المتمركزة بالجبال التونسية سنة 2014 قادما من القطر الجزائري، وانضم إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المالية للتنظيم الإرهابي المعروف باسم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. بدر الدين بن محمد الجمعي بن صالح ونيسي المكنى وليد، وهو تونسي الجنسية، وانضم إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بعد اكتشاف أمر تعمده توفير الدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية المذكورة من طرف الوحدات الأمنية. طالب بن محمد بن عبد الرحمن اليحيوي المكنى أبو جاسر، وهو تونسي الجنسية، من عناصر ما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية رفقة مجموعة من العناصر الإرهابية الأخرى. طارق بن محمد بن صحراوي سليمي المكنى أبو يوسف الصحراوي، وهو تونسي الجنسية، من عناصر الكتيبة الإرهابية ذاتها. تونس تستعد لموسم حصاد استثنائي من الحبوب خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، فالتقديرات الأولية تشير إلى أن محصول الحبوب من المتوقع أن يبلغ 1.8 مليون قنطار
في جهة جندوبة، وتعمل المصالح الفلاحية هذه الأيام على توجيه وإرشاد الفلاحين لحماية المحاصيل وضمان حسن سير موسم الحصاد. حركية نشطة تشهدها مزارع الشمال الغربي استعداداً لموسم حصاد الحبوب الذي ينطلق بداية الشهر القادم. نسجل هذه السنة بالنسبة لولاية جندوبة إنتاج متميز. تقديرات الأولى للإنتاج هي 1,800,000 أمتار، وهذا نتج أساساً للظروف المناخية التي شهدتها الولاية خاصة خلال شهري مارس وأبريل. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح ديوان الحبوب تعمل هذه الأيام على توجيه وإرشاد الفلاحين لحماية المحاصيل وضمان حسن سير موسم الحصاد، خاصة مع انطلاق موسم حصاد الأعلاف. انطلقوا من بداية من 19 ماي في أيامات تحسيسية للسكان المناورين للمستغلات الفلاحية، تكثيف الساحنات والإكثار منها، كذلك استعمال السكة في السنة الثانية على التوالي لإجلاء المخزون. بالنسبة لولاية جندوبة عندنا 6 مؤسسات تجميع، 4 خواص وزوز شركات تعاونية، عندها 18 مركز تجميع موزعة على كامل ولاية جندوبة. عملنا الزيارة الأولى للمراكز الكل للوقوف على مدى استعدادها، وكانت الزيارة هذه في 12 أبريل، من 12 إلى 15 أبريل، حيث تمت زيارة جميع المراكز ورفع الإخلالات إلى اللجنة الوطنية لتداركها. مراكز تجميع وتكييف البذور تشهد بدورها هذه الأيام حركية كبيرة، حيث تعمل على إجلاء بقية الكميات المجمعة لديها إلى المخازن المركزية لديوان الحبوب، بالإضافة إلى القيام بعمليات التنظيف والصيانة الدورية. قمنا بعملية التنظيف كالعادة، يعطى الخزانات كلها نظيفة بالمداوات، يعطى كلها باش نكونوا جاهزين إن شاء الله لعملية القبول. وفي الوقت هذا حاليا مع نخرجوا مع وزارة الفلاحة باش نعملوا عملية يعطى المعاينة لنقاوة الحقول. وقد انعقدت في مختلف الجهات اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث بهدف تنسيق الجهود لإنجاح موسم الحصاد وتلافي الحوادث التي عادة ما ترافق هذا الموسم الفلاحي. نبقى في المجال الفلاحي، وكاميرا الأخبار تحولت إلى جهة السليانة، حيث ينكب الفلاح محمد صالح اليوسفي أحد أصيلي المنطقة على نبش أديم الأرض بإصرار وحب، فللأرض جذور عميقة في قلبه. محمد صالح اليوسفي أصيل معتمدية سيدي برويس من ولاية سليانة، دأب منذ الصغر على التشبث بالأرض والتعلق بالنشاط الفلاحي ليلتحق بعدد من مراكز التكوين المهنية ويتلقى الخبرات اللازمة في مختلف الأنشطة. بالنسبة لي أنا كفلاح من الصغر أنا نحب الفلاحة ومبشرها من اللي بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، والتعليم الثانوي كله كان فلاحي، وتغرمت بالعمل المباشر الميداني مش العمل النظري، لا العمل المباشر. اخترت الفلاحة أنا سنة ثالثة تعليم ثانوي، توجهت فلاحة هذا عام 71، توجهنا الفلاحة ودون لوطان إنسان كيقول يمشي الفلاحة الصيف كامل يصيب ذكى زملائه ذكى يضحكوا عليه كيفاش توجهت الفلاحة، والحمد لله توجهنا الفلاحة وقرينا في ليسي أغريكول متاع الكيف، ثم مدرسة العليا متاع شت مريم في سوسة، ثم ليكول ميشو تبرخ الماتر، ثم التحقنا بالمدرسة العليا زراعة الكبرى بالكيف والحمد لله. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع الفلاحي عزوفا كبيرا وخاصة من الشباب، يقضي محمد صالح يومه وسط مزارع الحبوب وغابات الزيتين وبين طيوره وشياهه، متفقدا حينا وعاملا ومتأملا أحيانا. غرمي بالفلاحة بدرجة أولى، خاصة زراعة الكبلة وتربية الماشي وغير الزيتين، ومنيتي كون الشباب يتوجه للفلاح. ارتفاع تكاليف مختلف المستلزمات الفلاحية وضعف الترويج الذي يؤدي أحيانا إلى إتلاف كميات من المنتوج الفلاحي في مختلف الفصول والمواسم هي أبرز الصعوبات التي يواجهها محمد صالح وأمثاله من الفلاحين الذين يسقون الأرض بجهدهم وكدهم دون كلل أو ملل. لا. المشاكل هي عديدة ولا تعد، من أهمها هي الأسعار المشتة متاع المستلزمات الفلاحية
من بذور، من أسمدة، من أدوية، من قطاع غيار، من هذا اللي خلى معناها القطاع الفلاحي ما يمشيش مليح. الفلاح قاعد يعاني، قاعد يعاني برشا معاناة. الدولة يلزمها تحط في قلة متاحة في القطاع ذايا، يلزمها تبسط الإجراءات للفلاح باش يستثمر باش ياخذ القرض معناها في أقرب وقت ممكن. احنا الفلاحة فهمت كل شيء قاعدين نعانوا في المر من حيث الترويج متاع المنتوج متاعنا، سواء كان على مستوى الحليب، سواء كان على مستوى البطاطا، على مستوى الخضروات، على مستوى الزيت. هي صورة لأحد الكادحين في بلادنا الذين التصقت حياتهم بالأرض فملؤوها خيرا وصدقا وعطاء. في أخبار الرياضة، أفادت الجامعة التونسية لكرة القدم بأن المكتب الجامعي قرر في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين المرور مباشرة عند التعادل إلى ركلات الترجيح خلال مباريات الدور التمهيدي من مسابقة كأس تونس للموسم الرياضي الجاري، والتي تحمل نسختها هذا العام نسخة صالح بن يوسف. ستكون الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة غدا الأربعاء حاسمة من أجل تحديد صاحب المركز الثالث المؤهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية ومرافق شبيبة القيروان إلى الرابطة الثانية. ففي ملعب رادس يستقبل الترجي الرياضي نجم المتلوي، ويحتضن مركب الهادي النيفر بباردو لقاء القمة الذي سيكون مصيريا بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. وفي مواجهة لا تقل أهمية يستقبل النادي البنزرتي بملعب البصيري اتحاد بن قردان. من جهته يحل الأولمبي الباجي ضيفا على النجم الساحلي بملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة، ويستضيف الاتحاد المنسيري بملعب بن جنات مستقبل سليمان. وحل اتحاد تطاوين ضيفا على شبيبة القيروان، فيما يواجه مستقبل الرجيش ضيفه النادي الصفاقسي. حقق الاتحاد المنستيري مساء أمس فوزا عريضا ب 113 نقطة مقابل 66 على نادي جي ان بي سي الملقاشي في المباراة الأولى التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات الرابطة الإفريقية لكرة السلة. ويباري الاتحاد المنستيري بعد غد الخميس فريق ريفرز هوبرز النيجيري لحساب الجولة الثانية. هكذا نصل مشاهدينا لختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. الكيان الإسرائيلي الغاشم يواصل قصفه البلدات الفلسطينية وسط تحركات دبلوماسية مكثفة للتهدئة. مسيرات وتحركات شعبية في عدد من المدن التونسية لمكونات المجتمع المدني والأحزاب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه المغتصبة. رئيس الجمهورية يدعو من باريس إلى تنسيق المواقف للتوزيع العادل للقاحات كوفيد وإلغاء ديون الدول الإفريقية. في الختام إليكم من أجمل تحية وإلى اللقاء.